السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين المشاهدين الأعزاء لقناتكم إبراهيم للعقارة مكناس. قوتي وتاتي اعتذار أنني مدة ما اقترحت عليكم وما حطيت لكم فيديوهات في اليوتيوب. اليوم بتوفيقكم الله تعالى أنني نقترح لكم الإقامة الخاصة إبراهيم للعقارات في مجموعة ديال الناس يعرفونا فقط كوكالة عقارية. فمدة ما بقيتش تنشغل في هذا المجال ديال الوساطه. الحمد لله وفقنا الله تعالى اننا ولينا تنتجو عقارات اللي هما خاصين بنا. فهذا هو السبب علاش انني مده ما اقترحتش وما حطيتش فيديوهات جداد في مجال ديال الشقق. فاليوم بتوفيقكم الله تعالى غادي نقدم لكم ارخص العروض العقاريه اللي تتوفر عليها مدينه مكناس. شقه في عماره تتوفر على الاسانسور وعلى السوسول بالنسبه للسيارات، اطلاله كما تلاحظوا اللي هي مفتوحه اونفاس مع ثانويه المنصور، طريق الرباط اونفاس معنا، ممكن الاشعه ديال الشمس ما غاديش تعكس لينا الطريق الرئيسيه ديال طريق الرباط المدخل ديال المدينه ديال مكناس قريب من مرجان. المساحه الاجماليه ديال هذا العقار 80 متر، تيتكون لنا من صالون اللي حنا تنتوفرو ولا حنا تنتواجدو فيه، تيجي كما لاحظنا مساحة كبيرة ديال المساحة ديال الصالون. أونفاس عندنا هنايا السيجور، حتى السيجور تيجي بمساحة اللي هي كبيرة مثلا غرفة، عاد بالإضافة أن عندنا هاد الشقة هادي تتوفر لنا على ثلاثة الغرف وحدين آخرين كما تلاحظو. بالنسبة أو الشقق اللي تيكون فيهم صالون سيجور تلقاو الأثمنة ديال 50 51 52 مليون. اليوم جبت لكم هذا العقار بثمن مغري وثمن مشجع، فقط يبقى بالثمن ديال 44 مليون، والثمن راه تيختلف على حساب الطوابق، كل طابق والثمن ديالو. كاين عندنا شقق بواجهه وعندنا شقق بجوج ديال الواجهات. عماره تتوفر على الاسانسور وعلى السوسول بالنسبه للسيارات. هنا مثلا عندنا المكان ديال الثلاجه، الغساله ديال الماء لتحت، البوطه والميكرو هوند الفوق، عفوا الفران، البوطه لاهوت فوق منها. وعندنا هنا البالكون، عندك البلاصه ديال ماكينه الصابون، وعندك هذه الاطلاله مفتوحه تبارك الله. الشقه راه ضاويه ومشمشه مزيان، وحتى بالنسبه للناس اللي تتفضل الشقه ديال جوج الواجهات راه كاينين متوفرين. وكذلك عندنا هنا وسط الدار ولا عفوا ولا هاد الكولوار تيجينا بهذا البرداج. ابواب بي في سي، هذه الغرفه رقم واحد بالنسبه للارضيه فوق باركي. والشقه راه مازال في الروتوش الاخيرين ديالهم، مازال حتى الشقه مازال ما تسيقاتش. لعدم توفر شقق من هذه الفئه هذه اختاريت انني نصور لكم في هذه المرحله اللي تقريبا راه الشقق راه في النهايه ديالو. هنا عندنا الغرفه فوق باركين، وعندنا هنايا الغرفه رقم 3 اللي هي عباره على غرفه ديال الوالدين، تتوفر لنا على حمام خاص، عندو التهوية والإطلالة على برا. وعندنا هنايا البلاكار الخاص بهاد الغرفة، مازال بعد لي زاكسيسوارات لي تزادو في هاد الغرفة هادي بحال لي كوفوز ديال وحدة في اليمين وحدة في اليسار. وعندنا وكذلك حتى الكوفوزة ديال المرايا إن شاء الله غادي تكون في هاد المكان. إذا الشقة ديال اليوم عندنا ثلاثة ديال الغرف اللي جايين متقاربين، الغرفة واحد، الغرفة رقم جوج، والغرفة رقم ثلاثة. عندنا مطبخ اللي تيجينا بهذه المساحة الكبيرة، وبالإضافة أنه تيتوفر لنا على بالكون. وعندنا هنايا الصالون اللي تيجي بهذه المساحة الكبيرة، ونفاس معاه السيجور. أي استفسار أي معلومة فقط يكفيكم الاتصال بنا، وإن شاء الله نجاوبوا على جميع التساؤلات ديالكم. كان معكم أخوكم إبراهيم
دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.